ذات يوم سقطت على الأرض فأصيبت بكسر في إحدى رجليها، ثم جعل الأطباء يعملون لها عملية جراحية، وتم تجبير الرجل على عظام اصطناعية أو قطع حديدية، ولهذا فإنه يصعب عليها الوضوء، ولذلك فهي تتيمم لكل صلاة ولا تتوضأ. فهل فعلها هذا صحيح؟ وإلا فماذا يجب عليها مستقبلا وعما مضى من الصلوات بالتيمم فقط؟ يجب عليها أن تغسل الأعضاء الصحيحة وأن تتيمم عن العضو الذي يتعذر غسله، وإن كان عليه جبيرة أو عليه شيء من الحوائل تمسح عليه ويكفي المسح عن غسله. أما إذا لم يكن عليه حائل ولكنها لا تقدر على غسله فإنها تتيمم عنه بعد أن تغسل الأعضاء الصحيحة. نعم، الصلوات التي صلتها بالتيمم في الأول إذا كانت تعرف عددها تعيدها، لأن التيمم لا يجزي وحده، لا بد من غسل الأعضاء الصحيح. نعم نعم. إذا كانت تمسح عليها مسحا فقط فهل يجزي هذا عن التيمم أو لا بد من التيمم مع المسح؟ المسح إنما يكون على الحائل، إذا كان عليها حائل كما ذكرنا. نعم، عليها جبيرة يكفي المسح ولا تتيمم عنه، ولا تتيمم عن الغسل يعني. نعم.